قال يحيى وسئل مالك عبيد الله يقول قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلص طعاما عليه هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء وليمضمض من وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه بس ليس عليه وضوء. قلص انت واخد بالك؟ قلص طعاما مش هواء ولو طعاما ولو امتلأ فمه به ولم يحدث يعني انه قاءه فهذا اسمه قلص. يعمل ايه هو؟ يمضمض بقه كده يتمضمض ويروح ايه؟ يصلي ولا يعيد الايه يا مشايخ؟ ولا يعيد الوضوء رضي الله عنهم جميعا. طيب وبه اليه قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا. ايه الكلام ده؟ قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. تعالوا نشوف الروايه دي بشقيها حته حته كده وناخد بالنا، ولا انتوا مش معايا؟ طيب صلوا على المصطفى. قال له ايه يا مشايخ؟ قال حنط ولدا لمين؟ حنط ابنا لسعيد بن زيد، طبعا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، دي السلسله الايه؟ السلسله الذهبيه. ابن عمر شاف مين؟ هو عبد الله بن عمر نفسه، حنط ابنا لسعيد بن زيد. الاول مين هو سعيد بن زيد؟ عايز اقول لكم عليه وانتبهوا لان هذا الرجل خذ المفاجاه، سعيد بن زيد هذا الرجل زوج فاطمه بنت الخطاب اخت عمر بن الخطاب. هذه اول معلومه. ماشي؟ ايه معايا ولا نمتوا؟ طيب المعلومة الثانية أن سعيد بن زيد هذا من العشرة المبشرين بالجنة. أيوة سعد سعيد، الله ما تعرفش كده؟ سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة وزوج من؟ فاطمة بنت الخطاب التي كانت سببا هي وزوجها في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. واضح هذا الكلام؟ طيب سعيد بن زيد يا مشايخ أبوه اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان من الأحناف في الجاهلية. كان من الإيه؟ من الأحناف. إيش يعني من الأحناف؟ على الحنيفية السمحة. مات قبل البعثة النبوية. وكانت له قصة رائعة وبديعة. اتفق هو وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وثالث ورابع، أربعة كانوا في مكة على الإيه؟ على الحنيفية السبعة. ثم اتفقوا على أن يبحثوا عن دين الحق وترك عبادة الأصنام. اسمه إيه الراجل ده يا شباب؟ زيد، لا زيد بن عمرو بن نفيل أبوه. أما ورقة فتنصر. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فرحل وترك مكة ورحل إلى الشام وإلى أقطار الكرة الأرضية. ثم لما لقيه راهب من رهبان الشام قال له عمن تبحث؟ قال أبحث عن دين الحنيفية. قال له من أي البلاد أنت؟ قال من مكة. قال ارجع فإن صاحب الدين الحنيفي سيخرج من مكة. فعاد في طريقه خرج عليه قطاع الطريق أخذوا ما معه وضربوه حتى احتضر. احتضر يعني ايه؟ هيموت خلاص هيموت. وهو يحتضر رفع كفيه الى السماء وقال: اللهم ان كنت قد حرمتني من ان القى نبيك خاتم النبيين فلا تحرم منه ولدي سعيدا. مين سعيد؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. تمام؟ اسلم سعيد بن عمرو بن زيد وتزوج فاطمه بنت الخطاب قبل ان يسلم، ثم بشره رسول الله بالايه؟ بالجنة. فقالوا كل بركة كانت في سعيد بن زيد إنما هي من بركة دعاء والده له. سمعت يا مشايخ الكلام ولا لا؟ طيب أدي سعيد بن زيد كان عنده ابن صغير كده. الابن الصغير ده يبقى ابن مين؟ سعيد. ماشي ابن أمه مين؟ أمه مين؟ فاطمة بنت الخطاب. طب لما تبقى فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب يبقى اللي حنط الولد ده مين؟ عبد الله ابن عمر خاله. ها يبقى له ايه؟ ها يا جماعه مين عمه مين؟ ابن خاله. احسنت، يعني سيدنا عمر بن الخطاب خال الولد ده، مش كده؟ مش اخو فاطمه امه يبقى خاله.
يبقى عبد الله بن عمر بن الخطاب يبقى له ايه؟ ابن خال. حنطه يعني ايه طيب؟ يعني قال ولد بيلعب قدام الجامع، فوضع على ثيابه وجسمه الحنوط يعني العطر الذي اجتمعت فيه انواع العطور للمتوفى. للمتوفى يعني الايه؟ الميت. هذه العطور التي توضع على المتوفى حينما ايه؟ حينما يكفن ويجهز. هو معاه شويه عطر كده، راح عمل بها مين؟ عمل بها الولد. ثم دخل المسجد ولم ايه؟ ولم يتوضا. ايوه يعني الحنوط ده يجب منه الوضوء ولا لا يجب منه الوضوء؟ لا يجب منه الوضوء. يجب منه الوضوء بدليل ان عبد الله بن عمر عمل ايه؟ حنط هذا الولد وحمله كمان، يعني شاله على كتفه. خلي بالك، حنطه وايه؟ وحمله. تمام؟ ثم دخل المسجد فصلى ولم ايه؟ ولم يتوضا. المشايخ والعلماء والشراح يقول لك يا عم ايه الفكره البعيده قوي دي؟ يعني انا لو عندي شويه برفيوم كده في ايدي رحت رصيت على الطلبه، يعني لو هتوضا؟ اما من العقل كده ومن المنطق ان دي لا توجب الوضوء، مش كده؟ فلماذا ذكرها الامام مالك واصر على ذكرها؟ صح ولا لا؟ منطقي السؤال ده ولا مش منطقي؟ ده عجيبه قوي. لا وجايبها بالسلسله الايه؟ بالزمنيه. ايه الكلام ده؟ يعني طبيعي جدا يا خد يا عم الشيخ ادي العطر ده للطلبه اخوانك حواليك، كل واحد فيكم خد له شويه تروح تتوضى غزال. تتوضى بعد ما تعمل كده؟ طب ده طبيعي يعني مالك تعب نفسه قوي يعني وجايب حنطه ولدا ونحكي حكايه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ونقعد نضيع لنا ربع ساعه في الحديث، طب ايه؟ قال لك لا يا مولانا اوعى تفتكر ان الامام مالك بيذكر روايه اعتباطا، لا، انما اشتهر في زمانه حديث باطل. اسمع الحكايه دي، اشتهر في زمان مين؟ مالك حديث باطل، وهو من حنط ميتا او حمل من حنط ميتا فعليه الغسل ومن حمله فعليه الوضوء. واشتهر هذا الحديث وما زالت هذه الفكره معروفه حتى الان. يقول لك اللي يغسل الميت ايه؟ يغتسل، واللي يشيل الميت ايه؟ يتوضا. اللي يشيل الميت جنازه لازم يتوضا، واللي يغسل الميت لازم يغتسل. الامام مالك لما لقى الدنيا عماله تهرس حواليه وكل واحد بيقول الحكايه ديت قال لهم طيب بصوا يا عم الروايه الحلوه دي، مالك عن نافع عن مين؟ ان ابن عمر حنط ابنا لمين؟ لسعيد بن زيد، ودخل وحمله كمان. بص، حنطه في مقابل غسل الميت، وحمله في مقابل حمل الايه؟ الجنازه. وبعدين عبد الله بن عمر عمل ايه؟ صلى ولم يتوضا. عشان كده سيدنا الامام مالك جاب الروايه دي. خلاص اخواننا، ذكر الامام مالك هذا الحديث انكارا لمن روى مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، قال والعمل عندنا بخلاف ذلك. والمعنى من حمل ميتا او شيعه فليكن على وضوء لئلا يفوته الصلاه عليه لان حمله حدث. يعني حتى لو صح الحديث اللي هو من حمل ميتا فليتوضا، مش معناها ان حمل الميت سبب من اسباب نقض الايه؟ نقد الوضوء، مش معناها كده. امال معناها ايه؟ معناها خليك على وضوء عشان لما توضع الجنازه في اي مكان تقدر ايه؟ تصلي عليها وما يفوتكش صلاه الجنازه. عرفت هو ليه جاب الروايه دي؟ ولا ما عرفتوش؟ لماذا؟ انكارا لمن قال وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حنط او من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله ايه؟ فليتوضا. قال وليس في غسل من غسل ميتا حديث واحد ثابت، ما فيش حديث كده خالص. يعني الانسان بعد ما يحضر غسل الجنازه ويمد ايده في الميت ويغسله، واجب عليه بعد كده يروح يغتسل؟ لا. اللي يشيل جنازه ويوديها ويحملها، واجب عليه يتوضا؟ لا. عشان كده ذكر هذه الروايه في باب ما لا يجب الوضوء ايه؟ منه. واضح؟ واضح. قال يحيى، قال عبد عبيد الله قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. القيء مرحلة بعد مرحلة الإيه اللي قلناها؟ القلس. أقوى من مرحلة القلس. طيب هل القيء ينقض الوضوء؟ لا. لو جاب اللي في بطنه كله وهو متوضي يقوم يمضمض بقه ويعمل إيه؟ ويصلي. طب نفرض يا عم أسامة جاب اللي في بطنه كله، هو بيجيب البطن كله، نفس من أي حتة ولا حاجة وطلع عليه، يعمل إيه يا عم محمد؟ توضى ليه؟ ما هو القيء لا ينقض الوضوء، ولن لن يتوضا من القيء، يتوضا من ايه؟ من النفيس اللي نفسه. ما يصحش ده، ما يصحش. لا، لا لازم يروح ايه؟ لازم يروح يتوضا. نعم. من صاحب القيء دما، ولو كان ولو صاحبه دما، الا ان يكون دما مسفوحا. يعني ايه؟ يعني كثيرا نزيف، يعني
ساعتها لا بد أن يعيد وضوءه. لكن حتى وإن كان معه شيء من الدم يعني زور الجرح هو بيرجع ولا بتاعه، ده بيحصل كتير أوي. وهذا هو المذهب عندنا أن القيء لا يفسد الإيه الوضوء، لكن القيء يؤثر على الصيام. ها؟ أيوة، إذا عاد منه شيء للمعدة ده وجب عليه أن يعيد هذا اليوم. أما الإيه، لكن الوضوء لا، الوضوء ليس عليه إن شاء الله إيه شيء. صليت على النبي. وبهذا نكون قد انتهينا من باب ما لا يجب الوضوء إيه منه، وذكر زيل المرأة، وذكر القلس، وذكر الحنوط والعطر، وذكر ماذا؟ القيء. هذه المسائل كلها جاءت في إيه؟ في هذا الباب. الباب الذي بعده، وصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: باب ترك الوضوء مما مسته النار. إيه؟ ترك الوضوء مما مسته النار. إيه بقى من مسته النار؟ وإيه حكاية الباب ده يا إخوانا؟ مسته النار يعني الأكل اللي الطبخ، يعني اللحمة اللي إيه ولعت عليها النار. كان في بداية الإسلام من أكل طعاما مسته النار وجب عليه أن إيه؟ أن يتوضأ، يغتسل. لا، أن إيه؟ يتوضأ. فجاء مالك رضي الله عنه بهذا الباب ليقول هذا الكلام نسخ. اللي هو إيه اللي نسخ؟ يعني أن من أكل طعاما مسته النار فليه؟ فليتوضأ. هذا الكلام إيه؟ نسخ. فمن أكل طعاما لم مسته النار فليس عليه أن إيه؟ أن يتوضأ. قال المهلب: كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف. في الجاهلية كان ألفوا إيه؟ يعني إيه قلة التنظيف؟ يعني كانوا معفنين. يعني انتوا مالكم كده نايمين ليه النهارده؟ كانوا معفنين، ما تنظفوش كتير. ايوه كانوا معفنين. فأمروا بالوضوء مما مست النار. ولما تقررت النظافة في الإسلام، والإسلام دينه الإيه يا شباب؟ دين النظافة. وطبعا أنا يعني أغتنم هذه الفرصة لأقول لطلبة العلم لا، لابد وأن يعتني الإنسان الطالب العلم خصوصا بنظافة ثوبه وبدنه، وأن يجتهد على أن يشم منه رائحة طيبة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت، نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمين. يبقى تأكل أي حاجة مستها النار وإيه؟ تصلي على طول، أنت ما تعيدش الوضوء. وقال النووي رحمه الله، النووي شارح إيه يا أخوانا؟ شارح يا مسلم. وقال النووي رحمه الله: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، نتوضى مما مسته النار ولا لأ؟ كان الخلاف فيه معروفا. وبعدين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل. إلا لحوم الإيه؟ الإبل. عارفين حكاية لحوم الإبل ولا لأ؟ ليه مش عارفينها ليه؟ فين أنت؟ تعالى كده وريني وشك. ليه مش عارفينها ليه؟ مش الحكاية المشهورة يا ابني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. مش تعرف هذا؟ إيه قصة هذه الرواية؟ أحد الصحابة رضي الله عنه كان على جنازة، كانوا مع الناس بين الناس، ثم أكلوا لحم الجزور فأراد وأحدث، أو كان على جناب أو أي حاجة أو أي حد. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد النبي له أن يتوضأ قبل أن يصلي، وأبى أن يحرجه يعني، فقال للعامة: من أكل لحم الجزور إيه؟ مش هي دي القصة؟ تعرفونها؟ هذه قصة باطلة. على شهرتها، كذب على رسول الله، لم تحدث، وإنما اشتهرت بين الناس وهي باطلة وكذب. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ دون هذه الحادثة. ويبقى لحم الجزور عند الفقهاء فيه خلاف، من أكله يتوضأ أو لا يتوضأ، يبقى الخلاف قائم، ولا دخل لهذه الرواية بهذه الحكاية، وإنما حكاية مكذوبة منحولة لا أصل لها ولا سند. ماشي يا مشايخ، امسحوها بقى ما دمتوا حافظينها زي اسمكم كده. إلغي هذه الحكاية من قاموس معرفتك، ليست صحيحة. وأكم من الحواديت التي يحفظها الطلبة ليست صحيحة. خليني أضرب لك مثال ما دمنا جينا للحتة دي. خليني أضرب لك مثال. في قصة شهيرة جدا، حمامة المسجد. من حمامة المسجد؟ قول ما تخافش، انت بتخافوش. مين حمامة المسجد؟ وعباطة ثعلبة. شفك تعرفون هذه القصة؟ اللي راجل فقير كان طول الوقت ملتزم بالايه؟ بالجامع. وبعدين قال لسيدنا النبي: ادعو الله لي ان انا اغتني ويبقى عندي غنم. فسيدنا النبي قال له: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. صح يا ولد؟ وبعدين حصل ايه؟
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله، عارفها مشهورة صح؟ وبعدين فتح الله عليه من الأغنام، فأخذ الأغنام وصرح بها في الصحر عشان يعرف يربيها، فانقطع عن المسجد بعد ما كان حمامة الايه؟ حمامة المسجد. وبعدين قال فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يدفع زكاة مالك، فقال له لا زكاة مال لا، إنما كانت جزية يأخذها منا محمد اللي كان صحابي بيرفرف في الجامع طول الوقت حمامة المسجد. ثم تاب في آخر الآية الكلام، وهو الذي نزلت فيه آية سورة التوبة. بتقول إيه آية سورة التوبة؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما بخلوا به وإيه وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم إيه نفاقا في قلوب إلى يوم. ده ينفع يتقال على صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شهيرة القصة دي يا شباب، شهيرة جدا. هذه قصة باطلة لم تحدث وليس لها سند، وكل إسنادها كذب، وكل من وضعها من الوضاعين، وهذه ليست لثعلبة رضي الله عنه، إنما صحابي جليل كان حمامة المسجد ومات وهو حمامة المسجد، ولا يليق أن يقال هذا عن أصحاب رسول الله. خلاص، يبقى القصة المشهورة قوي عندكم، من أكل لحم جزور فليتوضأ، تعملوا فيها يا مشايخ، احذفها بقى من القاموس معرفتك، فإنها ليست صحيحة لم تزل. إنما الإجماع، احفظ، الإجماع على أنه ليس على من أكل طعاما مسته النار وضوء، ده إجماع. والخلاف في أكل لحم الجزور، والمالكية في المذهب عندنا إيه؟ أن من أكل لحم جزور فعليه أن يتوضأ استحبابا، يتوضأ إيه؟ استحبابا. خلاص توكلنا على الله. وبعض الشراح للمذهب قالوا الإمام مالك يقصد بقوله عليه أن يتوضأ، افهم النقطة دي كويس، يقصد بقوله عليه أن يتوضأ يعني أن يغسل يده وفمه جيدا، فإنه لحم فيه دسم. يعني الإمام مالك يقصد الوضوء الشرعي ولا الوضوء اللغوي؟ وحتى الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ لا يقصد به الوضوء الشرعي، إنما يقصد به الوضوء اللغوي، يعني يغسل يده جيدا وفمه قبل أن يدخل في الصلاة. لماذا؟ لأن فيه دسما وفيه شدة. لأجل هذا يعني شرحوا ووجهوا الحديث بهذا المعنى، إنه مش معنى أكل لحم الجمل يبقى لازم يروح إيه يتوضأ وضوء شرعي، لا، يتوضأ وضوء إيه لغوي. قال أحمد، أهو اسمع، قال أحمد بالوضوء منه، أحمد اللي هو مين يعني؟ الإمام أحمد في مذهب الإيه يعني؟ الحنبلي. الحنابلة يرون الوضوء من أكل لحم الإيه؟ الجزور. طب أحمد بن حنبل ما سمعش إن النبي قال من أكل لحم جزور فليتوضأ عشان ما يكسفش الرجل؟ أحمد بن حنبل مش عارفها وأنتوا عارفينها؟ تبقى قصة إيه مش عارف؟ كذاب وباطل. قال الإمام أحمد بالوضوء منه لشدة زهومته، واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعي، يعني رأي عند الشافعية ومذهب الحنابلة أنه من أكل لحم جزور إيه؟ فليتوضأ. وضوء الشرعي ولا اللغوي؟ الشرعي عند أحمد والشافعي، ورأي عند الشافعي، وعندنا في المالكية يتوضأ استحبابا أو الوضوء الإيه؟ اللغوي. وضحت؟ الآن الطعام الذي مسته النار، اسمعوا الروايات التي فيه، وهي روايات ماتعة وجليلة جدا. قال عبيد الله بن يحيى قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أكل كتف شاة، نية ولا مستوية؟ مستوية. على إيه؟ على الشمس ولا في النار؟ فما دام أكلها وصلى ولم يتوضأ، يبقى يأكل، يصلي الإنسان مما مست النار ولا لا؟ يتوضأ مما مست النار ولا لا؟ لا. الشراح يقولون قيل أكلها في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمه، وقيل في بيت ستنا ميمونة رضي الله عنها. ماشي يا مشايخ؟ قال في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. أهو يا عم الشيخ، في صحيح مين ده؟ في صحيح مسلم. دي فيها الحكاية؟ فيها حكاية دي ولا ما فيهاش؟
تاني اسمع الحديث تاني ركز فيه. بيقول ايه في صحيح مسلم؟ ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم: اتوضا من لحم الغنم؟ قال: ان شئت فتوضا، وان شئت يعني فلا، وان شئت فلا تتوضا. قال: اتوضا من لحم الابل؟ ده سأله سؤال مباشر اهو، ولا فيها كانوا مع بعض واحد احدث وكانوا بياكلوا لحم جملي، كانوا عاملين فتهم، والحكايه دي كانت حكايه كذابه قوي يا اخي سبحان الله. ماشي الكلام؟ قال له: طب اتوضا من لحم الابل؟ قال: نعم، توضا من لحوم الابل. نعم، وزي ما قلت لكم في مذهبنا فقد حمل ذلك الوضوء على غسل اليد والمضمضه لزياده دسومته وزهومته لحم الابل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت الرجل ويده بعد ان اكل من لحوم الابل دون ان يغسلها. لذا تبقى عفانه طبعا، هيتلم عليه الدبان ولا النمل وهو نايم يغسلها. وفي يده او فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها، وبانها منسوخه بقول جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. انتهت ولا لا؟ انتهت. ترك الوضوء مما مست الايه؟ النار. بس خليني اقول لك على حاجه، انا جاي من بره، هاي يا عم الشيخ احمد فين الغدا فين الاكل؟ قال لي الاكل اهو، طبخنا وسوينا اللحمه وكل حاجه، وبعدين قعدنا واكلنا من الطعام الذي مسته النار، اقيم لصلاه العشاء ولا لصلاه المغرب، افتكرت الدرس بتاع موطأ مالك انه لا اتوضا من لحم من طعام لم تمسه مسته الايه؟ النار. فقمت داخل في الصلاه وصليت، نسيت اني اتيت من الخارج اصلا وانا على غير وضوء. اصلا وانا على غير ايه؟ طيب، كوني اكل من الطعام الذي مسته النار ثم اتوضا، وضوئي هذا لاني لم اكن على وضوء ولا وضوئي هذا لاني اكلت طعاما مسته النار؟ لم اكن على وضوء. اخد بالك عشان بس ما حدش يفهم غلط، ان احنا بنقول لا تتوضا اذا اكلت من طعام لم تمسه النار، وخلاص يا عم ما دام ان ما تتوضاش ما توضاش، وانا اصلا ما كنتش. انا اقصد لا تتوضا، والمذهب يقصد لا تتوضا لمن كان على وضوء. طب الذي لم يكن على وضوء؟ لا، دي مساله ثانيه، ما تدخلوش الدنيا في بعضها. ماشي الكلام؟ اخر الامرين عن رسول الله يا جماعه؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست الإيه؟ النار. صلت على الحبيب. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. مين اللي خرج مع سيدنا رسول الله عام خيبر؟ سويد بن النعمان. أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم إيه؟ ولم يتوضأ. واضحة ديت؟ لا، لسه فيها كلام كتير مش واضحة قوي، انتبه كده وأنا أطلع لك منها الفوائد. بس خد بالك، قرأت معي هذه الرواية إن هم كانوا رايحين خيبر وبعدين في الطريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل فصلى الإيه؟ العصر. وبعدين قال: يا جماعة حد معاه أكل؟ فلان وفلان وفلان جمع الاكل اللي معاكم كله في مكان واحد. فلم يؤت الا بالايه؟ السويق. ايش السويق دوت؟ طحين. لا، طحين في عينه. ايش السويق يا مشايخ؟ دقيق. السويق الخبز الجاف الموضوع في الماء. ادي السويق. ادي الاكل بتاعه. جيش الاسلام. ادي الاكل بتاعه. سويق. والخبز الجاف هذا مسته النار؟ مسته النار ولا ما كانش بقى؟ خبز. ولا لا؟ موضوع فين؟ في الميه. أتي بالسويق، بالسويق حطوه قدامه، فقام سيدنا النبي أكل والصحابة كلهم عملوا إيه؟ أكلوه معه، ثم قام للمغرب مضمض بقه بس ومضمضوا كلهم بقهم وعملوا إيه؟ وصلوا المغرب، توضأوا من جديد؟ لكنهم توضأوا بوضوء مين؟ بوضوء صلاة الإيه؟ العصر. وضوء صلاة العصر. يعني كأنه صلى العصر والمغرب إيه؟ بوضوء واحد. صحيح ولا إيه؟ طيب، الحديث ده فيه خمس مسائل. يا واحد، خمس مسائل في الحديث؟ اه، خمس مسائل. اقولهم ولا تعبتم؟ تعبتم؟
لا نقول. واحد، جواز صلاة، جواز أن يصلي المكلف صلاتين أو أكثر بوضوء واحد، صح؟ صلى العصر والمغرب بإيه؟ بنفس الوضوء. بس مش بيقول لك أنا صليت العشاء والفجر يا أسامة بوضوء، أنا صليت الفجر بوضوء العشاء، هو كذاب لسه مصلي العشاء بالفجر وربع ساعة. ده نصاب، ده كده ده نصاب. هذه أول مسألة معايا ولا إيه؟ مش النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام؟ حتى قالوا عن السويق عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. إيه هو السويق يا مشايخ؟ بيقولوا كده عدة المسافر، يعني أكل، يعني أكل إيه؟ ما يكلفوش كتير. عدة المسافر وإيه؟ وطعام العجلان. واحد مستعجل قوي وهيموت من الجوع لسه هيستنى عبد أحمد لما يطبخ؟ لا، يأكل أي حاجة سريعة أو يبل العيش بالمية ويأكله. طعام العجلان، صح؟ وبلغة المريض، يعني المريض اللي عنده حمى لو أكلته حاجة فيها صلصة يحصل له تفاقم، لكن يأكل حاجة إيه؟ بسيطة خفيفة. أول مسألة من الخمسة يا مشايخ، جواز أن يصلي المكلف صلاتين أو أكثر بإيه؟ وضوء واحد. جائز ولا غير جائز؟ الدنيا شتاء والضوء والعصر في ظهر الظهر ربع ساعة بينهم. يا دوب تصلي الظهر تلاقي العصر الدن، وأنا متوضي وضوء الظهر لازم أحدث وضوء لكل صلاة؟ لا، ينفع أصلي أكثر من صلاة بإيه؟ وضوء واحد. المسألة الثانية، كثير منا يأكل ثم يقوم فيدخل في الصلاة مباشرة، لكن انظروا إلى الرواية، قال فقام رسول الله فتمضمض وتمضمض. يا جماعة يستحب بل هو من العزائم في مذهبنا أن يتمضمض الإنسان إذا أكل أي شيء قبل أن يصلي، قبل أن يصلي يتمضمض بلعه عادي مفيش مشكلة، بس ينظف هذا الفم من الإيه؟ مما فيه من طعم زي الفل. يبقى المسألة الأولى كانت إيه؟ صلاتين بوضوء واحد. الثانية، استحباب المضمضة عقب الأكل قبل الصلاة، مهمة أوي دي أوي، ودي من النظافة، الإسلام دين النظافة يا شباب. الثالثة، الثالثة قصدت إليها قصدا وهي من المسائل التربوية، خليني يعني أتعدل كده وأتكلم بالراحة شوية والدنيا دماغكم حبتين يا أولاد. دي من المسائل التربوية. يعني إيه من المسائل التربوية؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الحديث مربي في المقام الأول. كيش يعني مربي؟ جمع أزواد الناس المسافرون في رحلة واحدة، مش كده؟ جمع أزواد الناس المسافرين إيه؟ في رحلة واحدة، فقالوا جمع الرفقاء أزوادهم في مكان واحد يجعل من ليس معه زاد يصيب من الزاد الذي جمع من الجميع. وهذه فكرة إيش؟ تربوية. حتى نقلها بعض الأئمة من الزاد الحسي إلى الزاد المعنوي، وأن المربي يجب أن يفطن لهذا فيجمع أزواد الرفقاء فيصيب فقير الزاد ممن معه زاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت غير زاد؟ فإن كنت أنا فعلا رفيقهم فزادهم زاد. وضحت ولا لسه؟ هذا عمل مين يا مشايخ؟ عمل المرب صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يتعلمه وقد تعلمه الأكابر من الأئمة، يجمعون أزواد الرفقاء في مكان واحد حتى الذي ليس له زاد يصيب من الزاد الذي جمع من الرفقاء، وحتى يعلم الكل أن البخل ليس من أخلاق الإسلام. اعمل إيه؟ ابذل ما معك يطلع كل اللي معاه. إحنا بنقولها بالمثل البلدي دلوقتي، المليان يكب على الإيه؟ على الفاضي. هذه مسألة تربوية، شوف إزاي تلقطها إزاي من الحديث إزاي. كم مسألة كده؟ ثلاثة. الأولى صلاتين وضوء واحد. الثانية قبل الصلاة، بل هو من العزائم أن أراه، يعني لا بد أن تفعل هذا، اعزم على نفسك أن تفعل هذا. والثالثة يا سادة، جمع رفقاء أزوادهم حتى يصيب منه من ليس له زاد. وهذا فعل من؟
يعني المربي صلى الله عليه وسلم. أقصد أن النبي في هذه النقطة كان نبيا وزيادة. يعني إيش نبيا وزيادة؟ يعني نبي يتكلم بالوحي وزيادة يربي من حوله فينزع منهم الإيه؟ الأحقاد والأمراض والبخلة صلى الله عليه وسلم. مسألة في غاية الأهمية. وأنت تمر عليك الرواية قد لا إيه؟ قد لا تنتبه لها. طيب يا جماعة الخير، أليس في الإسلام ما يسمى التوكل؟ أليس يوجد في الإسلام ما يسمى التوكل؟ طيب مش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله إيه؟ حق توكله لحصل إيه؟ لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، مش كده؟ من الذي قال هذا الكلام؟ سيدنا النبي، حديث النبي دوت. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخالف ما قال؟ ايش يعني يخالف ما قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما قال؟ نعم، في انه فعل ماذا؟ ذهب مسافرا الى خيبر وجعل الصحابه ياخذون معهم ازواج، فاين التوكل؟ تعود خماصا وتعود تروح خماصا وتعود بطان. ليه اخذوا معهم اكل؟ ما كان توكلوا على الله وذهبوا الى خيبر من غير ما ياخذوا معهم اكل. هل هذا كلام صحيح؟ غير صحيح. اذا المساله أخذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل، صحيح؟ يعني كانوا في قمة التوكل وأخذوا معهم إيه؟ زادا. هذه المسألة خطيرة جدا. اوعى تفتكر أن التوكل أن أنت ما تأخذش بالأسباب، غلط. تأخذ بالأسباب كأن الأسباب كل شيء، وتعتمد على رب الأسباب كأن الأسباب ليس شيء. العبارة دي لازم تحفظها كويس أوي. تاني تدفع كام؟ قال له تاني قعد جنبي وتقول تاني يحفظ تاني. التوكل هو أن تأخذ بالأسباب كأن الأسباب كل شيء، كأن كل حاجة هي الأسباب. أن تأخذ بالأسباب كأن الأسباب كل شيء، وأن تعتمد على رب الأسباب كأن الأسباب ليس شيء. تاني؟ طيب أن تأخذ بالأسباب كأن الأسباب كل شيء، وأن تعتمد، يعني خدت بالأسباب تعتمد عليها ولا تعتمد على ربنا؟ تعتمد على ربنا. ما تقولش أنا أكلت مش بعتش ليه؟ الذي جعلك تأكل هذا السبب، لكن الشبع من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. أن تأخذ بالأسباب كأن الأسباب كل شيء، وأن تعتمد على رب الأسباب كأن الأسباب ليس شيء. بس وضحت؟ يبقى هذه مسألة أهو. إيه المسألة ديت يا سادة؟ ها؟ أن الأخذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل. كم مسألة دول؟ أربعة. أربعة يا سيدي. الأولى جواز أن يصلي صلاتين وضوء واحد. الثانية الاستفهام أن يتمضمض قبل أن يتمضمض إذا أكل قبل أن يصلي. الثالثة جمع المربي صلى الله عليه وسلم. الرابعة التوكل. أخذ الأسباب، أخذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل. أما معايا كل الأسباب وأنا متوكل على مين؟ يعني لا أعتمد على هذه الأسباب، فإن مسبب الأسباب هو الله. الخامسة والأخيرة يا سادة يا كرام، أن يبقى متجوز إيه؟ ينفع بوضوء واحد يعني؟ يعني إيش؟ أنا أفصل أكل على وضوء واحد عشان متجوز؟ طب ليه يعني عشان متجوز؟ ايه علاقة الجواز بوضوء واحد اكتر من صلاة؟ هو عايز يأخرهم مع بعض ويضمهم مع بعض. لا صلاة ليس هذا هو المقصود يا شباب، انما يصلي الظهر في موقت في ميعاده بوضوء الظهر، ثم يحافظ على وضوئه حتى يؤذن العصر، فيصلي العصر بوضوء الذي صلى به الظهر في وقته. ده انت فاكر ايه؟ حرام عليكم كده. ماشي يا مشايخ. المسألة الأخيرة في هذه الرواية، الإمام يجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه، وهذه تسمى مسألة الاحتكار. الاحتكار من هذه الرواية. الإمام المسؤول عن الناس لا يترك أحدا يحتكر السلعة في الأسواق. فما اجمعوا أزوادكم، اوعى حد يشيل حاجة على جنب، كل واحد معاه حاجة ايه يطلع. الاحتكار سيدنا النبي عمل كده عشان يعلم الناس ايه؟ انه مفيش حاجه اسمها احتكار يا مشايخ.